والله احنا بالنسبه لنا يعني نجي على ميدانكي البحيره، وانا من سكان ميدانكي، نجي على البحيره نطمئن انه يسبحوا الاولاد حوالينا وقريبين منا، وبالاضافه لمجموعه الدفاع المدني جزاهم الله كل خير، اوجدوا نقطه دائمه وثابته، ويعني مطمئن الانسان بشكل عام بوجودهم، بحيث لا سمح الله صار في حاله غرق فسريعا يلبوا النداء مباشره، يتفقدوا الشاطئ على طول راكبين هالقارب، ومن اول الشاطئ لاخر الشاطئ الجماعه بيراقبوا الوضع. بس حبذا لو انه يضعوا شباك او هيك كرات مثل الدول الاجنبيه او دول ثانيه، كرات بتبين حدود المناطق العميقه في البحيره بحيث لا يتجاوزها الانسان المصطاف. أنا هلا موجود بنقطة الأنقاض المائي على ضفاف بحيرة ميدانكي. نحن في بداية كل صيف بننشر نقاط متقدمة مجهزة بالمنقذين والمعدات، وبنتوزع على هاي النقاط بأكثر المناطق زيارة من قبل المدنيين، مثل العين الزرقاء وبحيرة ميدانكي ونهر الفرات بجرابلس. مهمة هاي النقاط هي الاستجابة السريعة لأي حالات طارئة، بالإضافة لتنبيه المدنيين وتوعيتهم حول خطر السباحة بهي المسطحات المائية. وبالنهاية برجع بأكد أنه هاي المسطحات المائية خطرة جدا وغير صالحة للسباحة أبدا، وغير صالحة أيضا لأن تكون متنزهة. طبعا هاي المسطحات خطيرة لأسباب عديدة، بحيرة ميدانكي مثلا خطيرة بسبب ضحولة مياهها والأعماق المتفاوتة والأعماق الكبيرة في بحيرة ميدانكي أيضا، وأيضا لبرودتها المتفاوتة. ونذكر من مخاطر نهر الفرات المجرى القوي والمياه الباردة، كما ويوجد مخاطر أيضا في دركوش في العين الزرقاء وهي برودة المياه. Let's go.